السليم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم تقلب وجوههم في النار هذا يوم الدين يوم القيامة يوم الحساب يا أخوان لما الإنسان الإنس كلهم والجن والملائكة وكل من على الأرض وما فوق الأرض وما تحت الأرض يموتون الله ينادي ملك الموت ويسأله وهو أعلم من بقي من الخلائق يا ملك الموت يا ملك الموت من بقي من الخلائق يقول إلهي ربي لم يبقى إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وأنا العبد الذليل بين يديك يا رب يقول الله يا ملك الموت اقبض روح جبريل فيقبض روحه من بقي يا ملك الموت فيقول بقي ميكائيل وإسرافيل وأنا العبد الذليل بين يديك يا رب فيقول الله اقبض روح ميكائيل يا ملك الموت ثم يقبض روحه ثم يقول الله تبارك وتعالى من بقي يا ملك الموت فيقول يا رب يا رب بقي إسرافيل يا رب فيقول اقبض روح إسرافيل يا ملك الموت ثم من بقي يا ملك الموت فيقول ربي إلهي لم يبقى إلا العبد الذليل بين يديك أنا يا ربي فيقول الله تبارك وتعالى مت يا ملك الموت مت يا ملك الموت فيموت ملك الموت كل من عليها فان يا الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وعندما يشعر بسكرات الموت يقول وبعزتك وجلالك يا رب لو كنت أعلم أن سكرات الموت شديدة هكذا لطلبت منك أن تعفيني يا رب من قبضة أرواح العباد ثم ينظر الله إلى الدنيا وهي خاوية على عروشها الشمس كورت